بسم الله الرحمن الرحيم، معكم زميلتكم ميرنا ياسر سنة رابعة طب. اليوم إن شاء الله رح نحكي عن واحد من أحلى وأهم مواضيع الفسيولوجي اللي هو موضوع الأسيد بيس بالانس. هذا الموضوع رح تحكوا عنه كتير، رح تحكوا عنه بسنة ثالثة ورح تسمعوا عنه كتير بسنة رابعة. عشان هيك كتير مهم إنكم تركزوا وتفهموا هذا الموضوع من الأول وتختصروا وقت عحالكم. هذا الفيديو إن شاء الله رح يكون شامل لحكي المحاضرة والزيادة وكافي، ما في داعي تحضروا بعده أي فيديوهات ولا حتى تقرأوا كتاب، لأنه أنا قرأت غايتون، شفت كوستانزو، كابلان للفسيولوجي وآخر إشي الفيرست ايد، فحاطت لكم خلاصة 4 سنين طب. عشان هيك حاولوا تركزوا معي وتفهموا الموضوع منيح وبعدين شيتاتكم أو سلايداتكم. أوكي؟ يلا اليوم رح نحكي عن إيش؟ رح نحكي عن الأسيد بيس بالانس. أسيد يعني H بلس، بيس يعني HCO3، تمام؟ هاي القاعدة وهذا الحمض. الجسم بيحاول يحافظ على نسبة البي اتش بالبلد ثابتة، اللي هي برينج محدد من 7.35 ل 7.45، هذا النورمال. اوكي، كيف الجسم بيحاول يحافظ على هاي النسبة؟ من خلال عملية الهيموستيسيس. هو بيتحكم بتركيز الحمض والقاعدة بالجسم بحيث انه يصير في بينهم بالانس، يصير في بينهم توازن، عشان تضل نسبة البي اتش بالبلد من 7.35 ل 7.45. هلأ اذا قلت نسبة البي اتش عن هيك ايش بنسميه؟ بنسميه اسيدوسيس، تمام؟ وإذا زادت نسبة البي اتش عن 7.45 معناته احنا بنحكي بالكالوسيس. ايش معنى كلمة اسيدوسيس؟ اسيدوسيس يعني شغلتين. الشغلة الأولى يا إما إنه نسبة الحمض يعني الاتش بلس زادت كتير، أو إنه نسبة القاعدة قلت. أوكي، فبصير في عنا البي اتش أقل من 7.35 اللي هي اسيدوسيس. أما الكالوسيس معناها إنه صار في عندي القاعدة كتير أو الأسيد قليل، يعني يا إما بزيد الـ HCO3، تمام، يا إما بزيد الـ HCO3 أو بقل الهيدروجين أو بقل الحمض. إذا زادت القاعدة أو قل الحمض معناته إحنا هون الكالوسيس. الكالوسيس يعني نسبة الـ pH أكثر من 7.45. هاي معلومات المفروض أول إشي نفهمها. نعيد، إحنا حكينا أسيد بيس، الأسيد هو الـ H بلس هو الحمض، الـ HCO3 ماينس هي البايكربونات هي القاعدة. الجسم بيحاول يحافظ على نسبة الـ pH بالبلد ثابتة ما بين 7.35 ل 7.45. إذا قل عن 7.35 شو بنسميها؟ بنسميها أسيدوسيس. ماذا تعني كلمة أسيدوسيس؟ تعني شغلتين، يا إما الحمض زاد أو القاعدة قلت. العكس، إذا صاد عنا الـ pH أكثر من 7.45 معناته إحنا شو بنحكي؟ بنحكي الكالوسيس، يعني القاعدة زادت أو الحمض قل. تمام لهون؟ طيب هلأ بسأل حالي سؤال، كيف الجسم بحافظ على نسبة الهيدروجين ونسبة الـ HCO3 ثابتة عشان الـ pH يضل ثابت؟ لما أحكي هيك بفكر بسيستمين أو جهازين من أجهزة الجسم. الجهاز الأول اللي هو الجهاز التنفسي، إحنا لما نتنفس بندخل أكسجين O2، ولما بنطلع CO2. CO2 إيش اسمه؟ اسمه كاربونيك أسيد، من اسمه كاربونيك أسيد يعني حمض. يعني أنا لما أتنفس بطلع حمض، بعمل إكسكريشن لحمض. أوكي، هاي واحد. الكدني وحدة بناء الكلية إشي بنسميه نفرون. النفرون بتكون من مجموعة أجزاء، الجزء اللي بيعنينا هون اسمه البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، هو اللي بتحكم لي بنسبة الهيدروجين ونسبة الـ HCO3، تمام؟ كيف؟ في عنا البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، هون عنا البلد، هون عنا الانترستيشيال فلويد، وهون في عنا اليومن تبع الخلية، اليومن تبعت السل تبعت البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. ايش بصير في عنا؟ بيجي عندي مادة اسمها H2CO3، بتكون موجودة بالفلويد بالانترستيشيال فلويد، او بتكون موجودة بالسوائل التي تم ترشيحها. اوكي، هذا الـ H2CO3 من خلال إنزيم اسمه كاربونيك إنهايدريز بعطيني H2O مي و CO2. الـ CO2 في معلومة كتير مهمة لازم دائما تضلكم متذكروها، إنه هاي ليبيد سوليبل. هاي ليبيد سوليبل يعني بيقدر يخترق الممبرين، فبيخترق الممبرين هون لأنه الممبرين أصلا مكون من ليبيد، صح؟ بدخل الـ CO2، لما يدخل مين رح يلاقي؟ رح يلاقي مي.
فرح يتحد مع الووتر مرة تانية، رح يجي نفس الإنزيم اللي هو كاربونيك إنهايدريز يحول لي إياهم لH2CO3. يعني إحنا كأنه دخلنا هاي المادة هون، بس هاي المادة إنسوليبل فقسمناها وبعدين دخلت. المهم صار عنا H2CO3 بتكسر لإيش؟ لهيدروجين ولHCO3-. تمام؟ الHCO3- بيروح على البلد وبصير له reabsorption عشان نحافظ على القاعدة، والH plus بصير له excretion. تمام؟ هيك الجسم بيعمل balance between الحمض والقاعدة عشان نحافظ على نسبة الPH. هذا الحكي المفروض لهون يكون كتير منيح مفهوم، أوكي؟ تمام، رح أرجع أعيد بسرعة. أنا حكيت حمض يعني هيدروجين، قاعدة يعني HCO3، الجسم بحافظ عليهم بنسب ثابتة عشان البي اتش يضل ما بين 7.35 ل 7.45. إذا قل كتير معناته صار في عنا أسيدوسز. أسيدوسز بفكر بكلمتين، يا إما الحمض بزيد أو القاعدة بتقل، ولما أحكي الكالوسز العكس، يعني يا إما القاعدة بتزيد أو الحمض بقل. حكينا الجسم بتحكم فيهم من خلال جهازين، الجهاز التنفسي والكلية. الجهاز التنفسي سهل، بتنفس O2 بطلع CO2. CO2 يعني إيش؟ يعني كاربونيك أسد، يعني بخلص من H+. الكدني هيها، الكدني حكينا عنا نفرون، النفرون فيه proximal convoluted tubule. حكينا عن H2CO3 اللي انقسم لي لا H2 وCO2. حكينا CO2 دخلت ارتبطت مرة تانية مع الماء أعطتني H2CO3، انقسم لا HCO3- راح على البلد، يعني صار له reabsorption، يعني حافظت على القاعدة، والH plus بترجع مرة تانية عشان نضل نستخدمها في reabsorption للHCO3. تمام؟ إذا من هذا الحكي أنا شو بستنتج؟ أنا حكيت إنه التنفسي mainly بحكي عن carbonic acid يعني حمض، ولما حكيت عن الكدني حكيت إنه أنا هون أهم إشي عندي أعمل reabsorption للHCO3، أرجعها على البلد. الH هون مش مهم، الH هون وسيلة أنا بستخدمها عشان أعمل reabsorption للقاعدة. عشان هيك لما آجي أحكي عن الحمض معناته أنا بحكي تنفسي، معناته بحكي respiratory، ولما أحكي عن القاعدة أنا بحكي عن إيش؟ عن الكدني. تمام؟ أوكي، هلأ بدنا ندخل بتصنيف تاني. أنا قبل شوي كنت أحكي acidosis، alkalosis، respiratory، كدني. الكدني بقدر أسميها اسم تاني اسمه metabolic. تمام؟ يعني أنا هلأ بدي أقسم لقسمين، أوكي، respiratory وميتابوليك. ميتابوليك يعني كدني. تمام؟ هلأ في عندي respiratory acidosis وrespiratory alkalosis. تمام؟ والكدني نفس الإشي، عندي ميتابوليك acidosis وميتابوليك alkalosis. أنا قبل شوي شو حكيت لكم؟ حكيت لكم respiratory يعني تنفسي، يعني lung، يعني بدخل O2 بطلع CO2، يعني carbonic acid، وهيني حكيت acid، يعني اللنج إيش إلها علاقة بالحمض مو بالقاعدة. يعني لما أحكي respiratory acidosis معناته أنا قاعدة عم إيش؟ عم بزيد نسبة الهيدروجين هون. تمام؟ بتكون المشكلة عنا إنه زادت نسبة الهيدروجين. ولما أحكي respiratory alkalosis بتكون المشكلة إنه قلت نسبة الهيدروجين عنا. تمام؟ كيف بتزيد نسبة الهيدروجين بالبلد؟ يعني أنا حكيت بتنفس لما أقلل نسبة التنفس عندي، يعني لما أقلل الريسبيراتوري ريت معناته أنا مش عم بطلع CO2، معناته مش عم بطلع أسد، يعني الأسد عم بضل جوا الجسم، معناته الهيدروجين عم بزيد، فبصير شو عندي؟ ريسبيراتوري أسيدوسز. طيب لما أحكي ريسبيراتوري الكالوسز، الكالوسز يعني عم بخسر H+، يعني عم بخسر أسد، يعني عم بطلع CO2 أكتر، يعني عم بعمل هايبر فنتيليشن، يعني الريسبيراتوري ريت عندي كتير عالي. تمام؟ فعم بطلع CO2 كتير، عم بطلع H+ كتير، فنسبة H+ بالجسم شو صارت؟ قليلة. فشو صار في عندي؟ ريسبيراتوري الكالوسز. تمام؟ نيجي على الميتابوليك. لما أحكي ميتابوليك أنا بفكر بإيش؟ بالHCO3. لما أحكي ميتابوليك أسيدوسز معناته الHCO3 قلت، القاعدة قلت، فصار في عندي أسيدوسز. لما أحكي ميتابوليك الكالوسز يعني الHCO3 إيش ماله؟ زاد، يعني صار في عندي زيادة بالقاعدة، فنتج عن ذلك ميتابوليك الكالوسز. تمام؟
معناها لازم تحطوا دائما براسكم انه الريسبيراتوري له علاقه بالهيدروجين والكيدني لها علاقه بالHCO3. فاذا صار في عندي ريسبيراتوري اسيدوسز او اجى الدكتور حكى لك هذا المريض عنده ريسبيراتوري اسيدوسز، شو بخطر على بالك؟ انه نسبه الهيدروجين بالبلد عاليه. اما لما يحكي لك عنده ميتابوليك اسيدوسز ايش معناها؟ معناها انه المريض نسبه القاعده عنده قليله، يعني نسبه الHCO3 قليله. تمام لهون؟ هدول السيستمين ما بيشتغلوا لحال، هم بيعملوا انتجريشن، يعني التنين بيشتغلوا مع بعض. اوكي، طيب نيجي نحكي كيف بيشتغلوا مع بعض. لنفرض انا حكيت انه هذا المريض عنده ميتابوليك اسيدوسز. ايش يعني ميتابوليك اسيدوسز؟ حكيت ميتابوليك يعني انا بحكي عن كيدني، يعني بحكي عن HCO3. وبما انه اسيدوسز هذا الحكي معناته انه القاعده قلت، معناها انه الHCO3 قل. اوكي، فالمشكله عندي انه الHCO3 قل. تمام، فصار في عندي ميتابوليك اسيدوسز. طيب التنفس شو رح يصير يعمل؟ رح يصير يحاول يخسر هيدروجين كتير عشان يعادل بين نسبة ان القاعدة قلت، فلازم انا اخسر حمض عشان يصير في عنا توازن. فشو بيروح بعمل؟ بصير يعمل هايبر فنتيليشن، يعني يتنفس بصورة اسرع، يعني يخسر كاربونيك اسيد اكتر، يخسر اسيد اكتر، يطلع اتش بلس اكتر. تمام، فهون المريض كان عنده ميتابوليك اسيدوسز يعني قلت القاعدة، فالجسم كريسبونس شو عمل؟ قلل الأسد بالجسم عشان يصير في عندنا توازن، إنه التنين قلوا فيضل البي اتش نورمال. أوكي، نشرح كمان. لو حكيت إنه هذا المريض عنده ريسبيراتوري الكالوسز، ريسبيراتوري الكالوسز إيش معناها؟ معناها إنه نسبة الهيدروجين قلت بالجسم. أوكي، ريسبيراتوري الكالوسز يعني هيدروجين، فالهيدروجين قل، فالجسم كريسبونس شو بده يعمل؟ بده يصير يقلل القاعدة. تمام، عشان يقلل القاعدة بتروح الكيدني شو بتصير تعمل؟ بتبطل تعمل ري ابزوربشن للHCO3. فشو بتعمل؟ بتعمل ميتابوليك اسيدوسز. اوكي، يعني اذا صار عندنا ريسبيراتوري الكالوسز يعني نسبة الهيدروجين قلت، فانا بصير بدي اخسر قاعدة، ببطل اعمل ري ابزوربشن للHCO3، فبعمل ميتابوليك اسيدوسز. اوكي، هلا نشوف هذا الجدول كتير رح يساعدنا، هو هذا من الفيرست ايد. شوفوا شو بحكي لي، رح اشرح واحدة والباقي انتوا يعني افهموها لحالكم. ميتابوليك الكالوسز، اول اشي الكالوسز معناته البي اتش قل ولا زاد؟ زاد، صح؟ لما احكي ميتابوليك معناته انا بحكي عن رينال، معناته انا عم بحكي عن مين؟ المشكله رح تكون بمين؟ بالHCO3. هاي نطلع، والكالوسز معناتها الHCO3 زادت. اوكي، الجسم شو رح يروح يعمل؟ ريسبونس. احنا بنحكي القاعده عم بتزيد، فانا شو بدي اروح اعمل؟ بدي اصير احافظ على الهيدروجين. تمام، يعني ازيد الPCO2. يعني شو اعمل؟ يعني ابطل اطلع اسيد كتير، يعني اعمل هايبوفنتيليشن. اوكي، نشرح. لو صار في عندي ريسبيراتوري اسيدوسز، اسيدوسز ايش يعني البي اتش؟ يعني البي اتش قليل، صح؟ وريسبيراتوري يعني بفكر بالهيدروجين، بي اتش قليل يعني انا عم بحافظ على الهيدروجين، يعني انا ما عم بطلع CO2، يعني انا عم بعمل ايش؟ عم بعمل انه CO2 يضل بالجسم. تمام، فهيو بزيد، عم بحافظ على هيدروجين. فشو الكيدني شو رح تروح تعمل؟ رح تروح عم بزيد نسبة الهيدروجين أو الحمض بالجسم، فالكيدني بتروح بتزيد نسبة القاعدة، يعني التنين يزيدوا مع بعض، فبتصير تعمل إنكريز بالري أبزوربشن للرينال، فبزيد نسبة الHCO3. تمام، إن شاء الله تكونوا فهمتوا، حاولت أبذل جهدي يعني عشان تفهموا الموضوع، كتير كتير سهل وحلو. تمام، فحاولوا إنكم تركزوا بهذا الفيديو، احضروه مرة تانية بعد المحاضرة ممكن تفهموا أكتر، ويعطيكم العافية، موفقين جميعاً.